حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. غرب العراق وشرق سوريا، تحركات أمريكية تثير التساؤلات، حرب كبرى أم العودة للضغوط القصوى؟ كركوك بداية سجال من السجلات الانتخابية وتحذيرات من عمليات التلاعب في البيانات. إذن مشاهدينا، مع تسارع الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص منها التحركات الأمريكية على مقربة من الحدود العراقية السورية والتي تقرأ من جميع زواياها أنها مريبة وخطرة، فهي ترشح احتمالات عدة، الأبرز فيها نية الإدارة الأمريكية إعادة تموضعها في هذه المنطقة الجيوستراتيجية وقطع شريان التواصل بين العراق وسوريا. فزخم الأعداد والعدة التي يجري منذ أيام مناقلتها بين القواعد العسكرية قد ترفع من احتمالات الصدام وانعكاس هذه التوترات على مسارات السياسة وتشابكها مع الأمن في أكثر من مفصل. وأقرب القراءات لهذه التحركات أنها استراتيجية ضغط قصوى توجب الضرورة أخذ الحيطة. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فأن الانتخابات المحلية لمدينة كركوك بدأ سجالها مبكرا، مبتدئا من السجلات الانتخابية التي تجري حاليا عمليات ترصين بياناتها وتدقيق أرقامها بعد أن كانت مثار شبهة واعتراض من مكونات كركوك الأساسية. لكن الجدل رافق عمل هذه اللجنة بعد ترأس قياديا في الحزب الديمقراطي الكردستاني أعمالها، وهو ما قد يعطي مؤشرات تخل بمحاولات ردم ثغرات السجل الانتخابي الذي كان نقطة الخلاف الرئيسة والمعرقل الأساس في الذهاب نحو الاستحقاقات الانتخابية بصورة نزيهة. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكرام المحلل السياسي الأستاذ محمد الربيعي، ينضم لنا مباشرة، وكذلك المحلل السياسي الدكتور تحسين حلبي، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من سوريا. أهلا بكما، وأبدأ معك أستاذ محمد. ما مدى دقة الحديث من مصادر أمنية وصحفية وعالمية أيضا التي أشارت إلى وجود تحركات أمريكية على مقربة من الحدود العراقية السورية؟ ما مدى دقة هذه المعلومات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع مشاهدي قناة الأيام. من فترة بحدود 6 أشهر بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالتحرك اتجاه سوريا، وهذا التحرك لم يأتي من فراغ، وإنما جاء بعد أن عجزت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض إرادتها على المجتمع العربي وخاصة في القمة العربية من أجل الإبقاء على عزل سوريا، ولكن الموافقة العربية بإعادة سوريا وإلى المنظومة العربية أدى إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالتحرك من أجل الضغط على العرب بصورة عامة وعلى سوريا بصورة خاصة. هذه التحركات بدأت بإرسال الولايات المتحدة الأمريكية عدد من الجنود الأمريكان، والذين يقدر عددهم بحوالي 2500 مقاتل، إلى منطقة العين، قاعدة عين الأسد في المنطقة الغربية من العراق، إضافة إلى إرسال مدمرة إلى البحر الأبيض المتوسط قبالة المياه السورية. هذه التحركات حقيقة جاءت في وقت فشلت الولايات المتحدة الأمريكية
وكما قلت في فرض إرادتها على العرب وكسر العرب لإرادة الولايات المتحدة الأمريكية والتي لم تلتزم بما كانت تفرضه عليها. إذن الولايات المتحدة وخوفا أن تفلت زمام الأمور من يدها بدأت بهذه التحركات، وفعلا هي هذه التحركات بدأت، والولايات المتحدة الأمريكية نقلت قبل حوالي شهرين أو 3 أشهر عدد من المعدات العسكرية من قاعدة عين الأسد إلى منطقة التنف الحدودية مع العراق، وهذه المنطقة هي منطقة استراتيجية، إضافة إلى أنها قاعدة للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. إذن الولايات المتحدة الأمريكية وكما هو معروف تعمل جاهدة على عزل الحكومة السورية وعدم حصول الحكومة السورية على الدعم العربي وخاصة الدعم العراقي، باعتبار أنها منطقة محادية إلى العراق وترتبط بحدود طويلة مع الحكومة العراقية وترتبط بعلاقات جيدة مع العراق، وخوفا من أن يكون العراق معبرا للأسلحة ومعبرا للمواد الغذائية إلى سوريا، وهي تحاول كما قلت تحاول الولايات المتحدة الأمريكية عزل سوريا عن المجتمع العربي والضغط عليها اقتصاديا. بالنسبة للساحة السورية دكتور تحسين، يبدو الأمر ليس مجرد مصادر أو معلومات، إنما الأمر مؤكد منذ مدة زمنية طويلة. الشرق السوري مليء بالمعطيات تفيد بالتحركات الأمريكية المكثفة خاصة في محيط قاعدة التنف. كيف للحكومة السورية أن تتعامل مع كل هذه المعطيات الخطيرة في هذه المنطقة؟ في الواقع هناك هدف استراتيجي أمريكي واضح بعد انتصار سوريا والعراق معا بتطهير داعش في العراق من الموصل ومن بقية المناطق مثل الأنبار وغيرها، لا. وتحرير حلب ومناطق في شمال سوريا أيضا، وتصفية مجموعات داعش في معظمها من تلك المناطق. لاحظت الولايات المتحدة الأمريكية أن النصر المشترك للعراق وسوريا سيؤدي إلى نوع من تمتين العلاقة العراقية السورية، وستتم عملية التمتين إذا افتتحت الحدود بين الجانبين بالشكل الذي يجعل بغداد ودمشق من أهم العواصم العربية في التصدي لكل أشكال الإرهاب وخاصة داعش، ولكل أشكال الاحتلال وخاصة الأمريكي والتركي أيضا في المنطقة، لأن تركيا كانت تستبيح لنفسها ضرب سيادة العراق في منطقة إقليم كردستان بحجج كثيرة. أيضا كانت قد دخلت واحتلت أجزاء من سوريا في شمال سوريا بحجة أيضا أكراد قسد الذين تدعمهم الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أمام هذه التفاصيل يصبح الهدف الأمريكي واضح، لا يراد لسوريا والعراق أن يستعيدا السيادة الكاملة على أراضيهما، أن لا يتحولا إلى وضع جيوستراتيجي سياسي كدولتين شقيقتين لهما نفس الأهداف لهذه الأمة العربية والإسلامية. إذن هل تنجح الولايات المتحدة الأمريكية بتحقيق هذا الهدف؟ في الحقيقة ميزان القوى للإرادة العراقية والإرادة السورية برغم الصعوبات في العراق وفي سوريا هي التي يمكن أن تتحدى وتنتصر هذا على هذا الوجود الأمريكي، لأنه المستفيدين من هذا الوجود هم واضح تماما الصورة بشكل من الأشكال الكيان الإسرائيلي دون شك، وبشكل من الأشكال تركيا يشعر أردوغان أن وجود القوات هذه عند العراق وعند سوريا ووقف وفي التنف وغيرها سيشغل العراق وسوريا وسيؤدي إلى بحبوحة التدخل والتوسع التركي في المنطقة. إذن بتقديري عدد الملايين من الجمهور العربي العراقي والسوري كاف جدا لأن يغير ميزان القوى حتى لو كانت أمريكا بأكثر من هذه الوحدات المعدودة بآلاف، وذلك والدليل على ذلك أن الشعب العراقي، المقاومة العراقية الإسلامية والوطنية تمكنت في الحقيقة من
فرض الانسحاب على الجيش العراقي في عام 2012 في عهد أوباما، ولكن الأمر لم يصل إلى مسألة تطهير العراق من أي وجود أمريكي بعد، ولا تطهير سوريا من الوجود الأمريكي بعد، وما زال الوجود الأمريكي يستغل داعش في العراق وسوريا، وما زال يجند من مجموعات داعش أشكالا شتى عند التنف وغير التنف وفي العراق وفي سوريا لكي يستخدمها. هذا الموضوع وحدة نقاش به الدكتور تحسين، لكن أعود لك أستاذ محمد. بالمقابل كيف قرأت واشنطن رسالة الحكومة العراقية يوم أمس من خلال اللقاء الذي جرى ما بين رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مع القيادات العسكرية من الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، حيث أكد رئيس الوزراء يوم أمس أن العراق ليس بحاجة لقوات أجنبية؟ الحقيقة هذا يعود بنا إلى 2008 بعد أن تم الاتفاق بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق الاستراتيجي، والذي تم بموجبه وبحدود حوالي كان هذا الاتفاق بحدود 32 نقطة. من خلال هذه النقاط كان على الولايات المتحدة الأمريكية أولا أن تخفف من قواتها في العراق، وفعلا بدأ الانسحاب الأمريكي من الأراضي العراقية. وفي عام 2008 أيضا تم اتفاق آخر بأن تخرج جميع القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، وخير دليل على ذلك بدأ الانسحاب. وفي عام 30/12/2011 بدأت الحكومة العراقية بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تنفيذ الاتفاق الاستراتيجي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة كان لها رأي آخر، هي أنه نعم الاتفاق موجود، ولكن خروج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية سوف لن يتم، وتم استبدال القوات الأمريكية بالخبراء والمدربين، وهذه لعبة حقيقية، لأن الخبراء والمدربين هم أيضا قوات قتالية في الأراضي العراقية. لذلك نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية لم يتوصلا إلى نتيجة مرضية للولايات المتحدة الأمريكية، لأن هدف الولايات المتحدة الأمريكية البقاء داخل الأراضي العراقية. لكن مساعي، إذا تسمح لي سيد محمد، مساعي الحكومة لتحديد شكل العلاقة المستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع التحالف الدولي بشكل عام، وكان قبل أيام أيضا زيارة وزير الدفاع ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب إلى واشنطن، والحديث عن اتفاق أو إعداد لاتفاق استراتيجي جديد، ممكن فعلا للحكومة العراقية أن تحدد شكل العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يحفظ سيادة البلاد؟ من المؤكد أن الحكومة العراقية تعمل جاهدة على استتباب الأمن داخل العراق، بعد أن أصبحت للقوات الأمنية العراقية قوة قتالية بمساندة الحشد الشعبي، وهي حقيقة لا تحتاج إلى القوات القتالية الأمريكية داخل الأراضي العراقية. لذلك بدأت المفاوضات بين الحكومة العراقية عام 2021 بالبرنامج بالاتفاق الاستراتيجي، وتعزز ذلك من خلال زيارة وزير الدفاع وقائد ورئيس أركان الجيش وقائد قوات احد القوات البرية. إضافة الى ذلك كان الحديث صريح مع الولايات المتحدة الأمريكية بان العراق ليس بحاجة الى قوات قتالية، وعلى الولايات المتحدة ان تخرج من الأراضي العراقية. لا، شنو هي القوات اللي تحركت من الأسد الى سوريا؟ هذه حقيقة، هذه القوات لم تكن وليدة اليوم، وانما هي موجودة، لكن للأسف الشديد الحكومة العراقية لم توضح عدد القوات الموجودة داخل قاعدة عين الأسد، وانا اقولها القوات الحكومة العراقية لم تعرف الى الان اعداد القوات الموجودة داخل قاعدة عين الأسد، ولذلك بدأت الحكومة الأمريكية بتحريك قواتها ومعداتها الثقيلة وأسلحتها باتجاه منطقة التنف، وهذا خير دليل على أن كان في قاعدة عين الأسد أعداد كبيرة من القوات الأمريكية، وعززتها بوصول أعداد إضافية بحدود 2500 مقاتل أمريكي ومعدات أيضا عسكرية ثقيلة. طيب، أيضا لقاء رئيس الوزراء يوم أمس بالقيادات الأمنية ومن ضمنهم وأبرزهم الحشد الشعبي، يعني وصف بأنه يحمل العديد من الرسائل إلى واشنطن. تعتقد هذا اللقاء وهذه الرسائل الموجهة إلى أمريكا مرتبطة بهذه التحركات العسكرية المريبة؟
الحقيقة هي هذه التحركات قبل أن يكون هنالك اجتماع بين رئيس الوزراء وبين القوى القيادات الأمنية. نعم. هذه التحركات هي ليست وليدة اليوم، وإنما هي تحركات أنا قلت جاءت بعد أن فشلت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض سيطرتها على المجتمع العربي والحكومات العربية بعزل الحكومة السورية. فالعراق حقيقة لم يرغب ولن يرغب، وخير دليل على ذلك كثير من المناشدات التي أطلقتها يعني أعضاء مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية والشعب العراقي بخروج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية كل هدفها هو إخراج الحشد الشعبي من المنظومة العسكرية وإلغاء هذه المنظومة، وبالتأكيد يعني حضور الحشد الشعبي باجتماع القيادات الأمنية مع رئيس الوزراء هو خير دليل وخير رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. بأن الحشد الشعبي هو منظومة أمنية ترتبط بالسيد رئيس مجلس الوزراء، ولا يمكن في يوم من الأيام، وخلال وجرى الحديث أيضا خلال زيارة وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص، الولايات المتحدة الأمريكية تضغط الآن على الحكومة العراقية بحل الحشد الشعبي. ولكن طيب، من جهة أخرى هي تدعم قوات قسد. دعني أنتقل بهذا المحور إليك دكتور تحسين. يعني الأمريكان يعني يواجهون الحشد الشعبي في العراق، لكنها تدعم منظمة قسد مثلا في سوريا. مخاطر دعمها وتنسيقها مع قوات قسد، ما تعتقدون أنها أكبر من مخاطر وجود أمريكي أو هذه الأعداد المتزايدة من الأمريكان؟ بتقديري اعتادت السياسة الأمريكية أن تجيز لنفسها ما لا تجيز حتى لحلفائها الكبار، فما بالك بدولة مثل العراق، بدولة مثل سوريا. هي لا تجيز لأي دولة مناهضة للهيمنة الأمريكية، وخاصة أن العراق يتشكل الآن على قاعدة هي الشعب، المقاومة، الحكومة، الدولة، الجيش، الشعب، الجيش، المقاومة. هذا المثلث المقدس لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تتجذر عملية انتشاره في الوعي وفي إرادة الشعب العراقي، لأنه هو الذي سينتصر، وهو الذي سينتصر ليس على داعش وحدها فحسب، بل وعلى الهيمنة الأمريكية. وبالتالي في سوريا حين يعني أي لعبة يلعبها أردوغان مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنه ضد قسد، والولايات المتحدة الأمريكية طيب. تقدم أسلحة. لكن دكتور تحسين، أكو علاقة بهذه التحركات مع تركيا مشتركة، أو أكو تنسيق ما بين تركيا وأمريكا بوجود هذه التحركات، وجود بارجة في البحر الأبيض المتوسط وكل هذه العدة والعدد التي دخلت إلى سوريا والتنف؟ بتقديري تركيا تمارس لعبة بطريقة هي أن تقوم بعدم الوصول إلى مرحلة القطيعة مع أمريكا، وعدم الوصول إلى مرحلة الصدام مع روسيا، وعدم الوصول إلى مرحلة أن تنسحب من سوريا. تركيا ما تزال تحمل مطامع توسعية ليس في شمال العراق فحسب، بل أيضا في شمال سوريا، وهي تستغل الظروف بهذا الشكل الذي تجد فيه وجود الولايات المتحدة الأمريكية، ووجود أيضا قسد، ووجود المطامح التركية. بتقديري اللعبة مكشوفة، ولن يتغلب عليها سوى وحدة الأهداف العراقية والسورية. وحدة الأهداف هذه لن يصطنعها رئيس الحكومة العراقي أو الرئيس بشار الأسد. في الحقيقة هي موجودة، هي فرضت نفسها، لأن أمريكا تقوم بسوريا بكل ما تقوم به في العراق، وأيضا تحاول أن تمنع العراق وسوريا أن يكونا دولتين شقيقتين طبيعيتين محافظتين على سيادة كل. لكن دكتور تحسين إذا تسمح لي،
يبدو أن من خلال هذه المعطيات اللي ذكرتوها، وجود هذه البارجة بالبحر الأبيض المتوسط، تحركات القوات الأمريكية بمعداتها الثقيلة بأعداد كبيرة جدا من الأسد إلى شرق سوريا إلى التنف وغيرها، واستخدام أعداد ومعدات أمريكية جديدة، يبدو أنها تستهدف هذه المناطق في سوريا وليس العراق. لكن ممكن أن يطال هذا الخطر جميع دول المنطقة؟ بتقديري أنا، لا، أي ضعف في حدود سوريا يشكل أيضا أزمة لقلب العراق وليس لحدوده فحسب. هاي ناحية، هاي ناحية تدركها القيادة العراقية. الأخرى، كل هذه التحركات أستاذي الكريم هي محاولة لرفع ما يسمى بدرجة الردع أمام حالة المقاومة التي لابد وبشكل محتم أن تحدث ضد الوجود الأمريكي على الأرض السورية، وبشكل آخر من أجل ردع قوى المقاومة، الحشد الشعبي وبقية المنظمات الشقيقة له في العراق، من أن لا يقوموا بأي نوع من العمل الذي يطالب أو يلح على إخراج القوات الأمريكية أو بقايا القوات الأمريكية من العراق. هذه مسألة واضحة. أهم استراتيجية الآن في الشرق الأوسط ليست الخليج بقدر ما هي العراق وسوريا. لماذا؟ لأننا نحن أمام محاولات فعلا صينية، روسية، إقليمية، إيرانية لفرض عالم متعدد الأقطاب. وفي عالم كهذا دمشق وبغداد ستحتلان، حين ينتصر هذا الرأي وهذا المشروع ستحتلان أهمية كبرى. أول عاصمتين لدولتين عربيتين إسلاميتين في التاريخ العربي كله والتاريخ الإسلامي هي دمشق وبغداد. إذن هذا الكنز أو هذه الكنوز التاريخية العريقة والجذور، الولايات المتحدة الأمريكية ستسعى للتخلص من كل ما تحمل من أخطار على الوجود الأمريكي، ليس في المنطقة فحسب بل وأيضا في كل العالم. لأنه انظر معي، أقوى قوة إقليمية الآن هي إيران، وبجانبها العراق وسوريا، وبجانبهم جميعا المقاومة اللبنانية، ومعهم روسيا والصين. إذا صارت المعركة بين أمريكا وهذا المحور الكبير ليست في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تعمل على محاولة ردع هذه القوى من أن تقوم بما تستحق أن تقوم به ضد القوات الأمريكية. سيد محمد، بالنسبة لمحور المقاومة وسيطرة القوات الأمريكية هذه على هذه المنطقة الجيوستراتيجية المهمة جدا لمحور المقاومة، ومحاولة قطع خطوط الإمداد، إلى أي درجة ممكن أن تتأثر أو يتأثر محور المقاومة الممتد من الجمهورية الإسلامية إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان؟ أولا، وجود المقاومة الإسلامية ووجود الحشد الشعبي في سوريا يشكل خطر كبير على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية بتحركاتها الأخيرة وبزيادة عدد قواتها والبارجة الموجودة في البحر الأبيض المتوسط، كلها عملية ضغط على الحكومة السورية. والقوات الآن التي تحركت من قاعدة عين الأسد إلى التنف، إلى الحسكة، إلى دير الزور، هذه المناطق هي تعتبرها مناطق هشة من الممكن أن تتحرك فيها القوات الأمريكية وإعادة التموضع في هذه المنطقة حتى تقطع الطريق على الحكومة السورية وعدم تواصل بين الحكومة العراقية أو الشعب العراقي والشعب السوري. الحكومة الأمريكية الآن لا يمكن لها أن تدخل في حرب مباشرة مع الحكومة السورية. يعني ماكو احتمال أن تدخل فعلا بمواجهة مباشرة من خلال هذا التصعيد ما بين قوات أمريكية وفصائل المقاومة؟ لا أبدا، هي عملية ضغط، يعني حسب ما يقولونهم هي عملية تموضع، إعادة تموضع. ليش؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تحسب حساب كبير. أولا، لا تريد أن تدخل مباشرة بقتال مع الحكومة السورية، ولكن من الممكن أن تكون تدخل بمعارك مع الحكومة السورية بواسطة قوات سوريا الديمقراطية قسد، أو بتحريك داعش الإرهابي في
المناطق الحدودية والتي تشكل خطر على الحكومة السورية والحكومة العراقية. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تحسب حسابات كبيرة بأنها لا تستطيع أن تدخل حرب، لأن روسيا الآن تسيطر على الأجواء السورية، طيران الروسي يسيطر على الأجواء السورية، وخير دليل على ذلك ما تقوم به الدوريات الروسية، الطيران الروسي على طول الحدود، وعدم وقد يكون هنالك تقارب بين الطائرات المسيرة الأمريكية والطائرات الأمريكية الروسية. هذه المخاوف لا تريد أن تدخل فيها. لكن الولايات المتحدة صعدت إلى مستوى جديد ومرتفع من أسلوب تعاملها مع يعني دول المنطقة ومن خط المقاومة في هذه المنطقة المهمة. هذا ما ممكن أن مثلا يؤدي إلى صدام أو تماس ما بين فصائل المقاومة وهذه القوات الموجودة الأمريكية. هي تحاول أن تخلق يعني تجعل ثغرة هنالك بين القوات العراقية والقوات السورية، وهي تعرف حق المعرفة بأن تواجد المقاومة في سوريا والعراق يشكل خطر عليها. فأي تقارب وأي عمل بالنسبة للمقاومة في داخل سوريا وداخل العراق هو يشكل خطر على الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية سيدي الكريم تحسب حساب حماية إسرائيل، لأنه لو كان هنالك عمل مشترك بين الحكومة العراقية وبين الفصائل المقاومة في العراق وسوريا، من الممكن أن يتوسع ذلك إلى دعم المقاومة في لبنان، وبالتالي تشكل خطر كبير على إسرائيل. إسرائيل هي الآن التي تحرك الولايات المتحدة الأمريكية، لأن لديها مخاوف من المقاومة في لبنان والمقاومة في سوريا والمقاومة في العراق. إضافة إلى ذلك يا سيدي الكريم، إسرائيل الآن وتعمل جاهدة على زيادة الضغط على الحكومة السورية من خلال الطيران والصواريخ التي تقوم بها بين فترة وأخرى. إضافة إلى أن الحكومة السورية حقيقة بدأت بالتحرك من خلال عودتها إلى الجامعة العربية ومطالبة إسرائيل بتسليم أراضي الجولان. هذه كلها تشكل خطر على إسرائيل وحدود إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل بذلك، ولذلك بدأت بالتحرك من أجل السيطرة على الحدود العراقية وغلق الحدود العراقية مع سوريا. الشكر الجزيل لكم المحلل السياسي الأستاذ محمد الربيعي، كنت ضيفا كريما. والشكر الجزيل لكم المحلل السياسي الدكتور تحسين الحلبي، كنت ضيفا عبر سكايب. شكرا لكم دكتور. إذن مشاهدين ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. كركوك، بداية السجال من السجلات الانتخابية وتحذيرات من عمليات التلاعب في البيانات. أهلا بكم مرة ثانية مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم القيادي في منظمة بدر الأستاذ محمد مهدي البياتي. أهلا بكم أستاذ محمد، وأيضا الترحيب بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد الدرشوي الذي ينضم مباشرة عبر سكايب من دهوك. أهلا بكم. وأبدأ معك أستاذ محمد، بالعادة الجدل حول الانتخابات يبدأ بعد إعلان النتائج، لكن في كركوك يبدو الوضع مختلف، الجدل يبدأ من السجل الانتخابي. شنو طبيعة الملاحظات أو الاعتراضات اللي سجلتوها كمكونات محافظة على هذا السجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم ولفضائيتكم الكريمة وللمشاهدين، حياكم. موضوع كركوك أو ملف كركوك في الدولة العراقية من الملفات الحساسة وأيضا الاستراتيجية والمهمة، وفي نفس الوقت كركوك اليوم غير كركوك 2003 و4 و5 وإلى
2017. اليوم كركوك تحولت إلى حالة خاصة، وبدأنا أحدنا يعرف الثاني، وبدأنا نعرف ماذا يريد الكرد وماذا يريد العرب وماذا يريد التركمان. سابقا كنا نجهل أو أحدنا يتهم الآخر أن يريد يستحوذ على هذه المحافظة المهمة والاقتصادية. اليوم بعد دور الدولة العراقية والمؤسسة التشريعية صدر قانون الانتخابات، نعم بها فقرة، وتعلمون أن لم تكن هناك انتخابات لمجلس المحافظة منذ 2007 أو 2008 إلى هذا اليوم، يعني تكون هذه الانتخابات مجلس المحافظة ثاني انتخابات بسبب هذه الإشكاليات كانت موجودة. وحتى في القانون أيضا هناك فقرة أن تتشكل لجنة من وزارة الداخلية والتجارة ووزارات أخرى، أن تذهب هذه اللجنة الحكومية تذهب حسب نص القانون، قانون الانتخابات، تذهب هذه اللجنة إلى كركوك وتدقق في سجلات النفوس وسجلات الناخبين والبطاقة التموينية إلى آخرها، وتقدم تقريرها إلى الحكومة العراقية ومنها إلى المؤسسة التشريعية. أنا أعتقد إذا تحولنا من حالة غياب الديمقراطية بكل تفاصيلها، كان هناك استفراد للمحافظ أيا كان، لم يكن هناك مجلس محافظة، أو كان مجلس محافظة يكرر وبدون قيد قانوني يكرر دورته، ينتهي الدورة 4 سنوات لكن هذا المجلس استمر إلى آخر مرة عندما ألغيت مجالس المحافظات أو جمدت صلاحياتها في كافة العراق. أعتقد اليوم الناخب الكركوكلي بكل مكوناته سيشترك في هذه الانتخابات بكل قوة، وهذه الانتخابات ستنتج نتائج إيجابية في نظرنا. وأنا أعتقد إذا تحولنا من حالة جامدة إلى حالة متحركة بهذا الخصوص. أيضا الرحل السياسي الأستاذ محمد الديرشوي ينضم لنا عبر سكاي من كركوك، أهلا بكم مرة أخرى أستاذ محمد. وشكلت لجنة لتدقيق السجل الانتخابي لمدينة كركوك، بدأت أعمالها برأس السيد شاخوان عبد الله اجتماعها الأول. هذا الأمر يعطي مؤشرات تقلل نسب القلق من وجود تلاعب في هذا السجل أو غيره؟ تفضل. سلامي وتحياتي أخ بشار لك ولكاك محمد، أيضا للأسف محمد مهدي البياتي للأسف لم أستمع إلى صوت أخي محمد. إضافة إلى ذلك أنا من دهوك ولست من كركوك. لاحظ أستاذ بشار، يعني عندما نتحدث عن قضية كركوك نحن نتحدث أولا عن قضية إنسان حتى قبل أن نتحدث عن قضية شعب أو مجموعة شعوب ومكونات تعيش في كركوك. إنسان اغتصبت أرضه، طرد من دياره، سلب من جميع الحقوق. لاحظ معنى عندنا أرض مغتصبة، والإنسان المسلم خاصة الشيعة أكثر من السنة حقيقة في هذه النقطة يعرفون معنى الاغتصاب، بمعنى حتى الخمس الذي يصل إلى المرجع مشكوك فيه ومردود، لأنها من أراضي مغتصبة، اغتصبت الأرض وطردت الناس. لهذا يعني حقيقة الضمير، الدين، الأخلاق، أو كل هذه المبادئ والأخلاقيات تدعو إلى محاولة إرجاع الناس الأرض المغتصبة إلى أهاليها والناس المطرودة إلى ديارها. لا. النقطة الثانية، يعني حقيقة الانتخابات مهمة للجميع. الكركوك الشرعية محتلة، يعني تم احتلال الشرعية في كركوك. حكومة المحافظة، هذه المحافظة المتنازعة عليها بحسب الدستور العراقي، حكومتها لم تبنى على الأسس الشرعية. من هنا الانتخابات إن كانت مهمة لكل محافظة وإن كانت مهمة لكل بلد، بالدرجة الأولى هي مهمة
لكركوك، لأنه إجراء الانتخابات في كركوك بمعنى إعادة الشرعية، الشرعية المحتلة في هذه المدينة، إعادة الشرعية إلى المدينة. محتلة من قبل من سيد محمد؟ أتي إلى سؤالك المباشر. لا. ربط هاتين النقطتين، يعني من جهة عندك ناس اغتصبت ديارها، طردت من ديارها، أن يكون قراء الشرعية التي تبنى عليها الحكومة المحافظة مبنية على هؤلاء وليس على المغتصبين، مغتصبي الأراضي أو من أوتوا بهم قسرا إلى هذه المحافظة من مناطق أخرى ليحتلوا ويستولوا على 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 أراضي إخوتهم سواء قسرا أو برضائهم. الاعتماد على إحصائيات في كركوك، إحصائيات تثبت من هو أهل هذه المدينة، من هو من سكان هذه المدينة، مهم جدا. في المحافظات الأخرى صحيح، أنا أذهب إلى موصل أو البغدادي يأتي إلى دهوك يشتري قطعة أرض، هذا أمر آخر. دهوك مدينة عراق، صحيح مدينة في أقليم كردستان، هي مدينة عراقية لأنه أقليم كردستان جزء من العراق. لا. بغداد أيضا هكذا، بصرة أيضا هكذا. حالات الانتقال في المدن الطبيعية، سواء أنا أذهب إلى صلاح الدين أو إلى البصرة أشتري قطعة أرض، أنا وصاحب قطعة الأرض نتفاهم، صحيح هنا كل المدن العراقية هي مدن عراقية، لكن طيب. في كركوك الوضع يختلف، لهذا لابد من الاعتماد على إحصائيات وسجلات كي لا يغتصب حق سكان هذه المدينة مرة أخرى. طيب أستاذ محمد مهدي، إذا ما دقق هذا السجل، يبدو أن المخاوف من هذه السجلات مش كردية وعربية وتركمانية، لكن إذا ما دقق ما هي احتمالات أن تتغير حجوم المكونات والتمثيل؟ من ممكن يتصدر هذا السجل بعد إعادة التدقيق بشكل نزيه؟ طبعا نفس هذه اللجنة تشكلت برلمانيا في عام 2010 على ما أتذكر. لا. لكن لم تكن هناك نتائج. صوت الأستاذ محمد مهدي جماعة الكنترول. نتمنى أن يتم تأمين الصوت بشكل كامل. لكن هذه اللجنة لم تتوصل إلى نتائج إيجابية. لا. كان من المقرر اللجنة البرلمانية تقدم تقريرا موحدا إلى رئاسة البرلمان. نعم يجب أن نعترف، هذه هي نقطة خلافنا فيما بين مكونات كركوك مع الجانب الكردي. العرب والتركمان يتهمون ولديهم أرقام ولديهم شواهد ولديهم أدلة بأن هناك تزويرات أو إضافات حصلت على سجل الناخبين أو على البطاقة التموينية أو على بطاقات النفوس. هذا يحتاج إلى فعلا تدقيق. على هذا الأساس المشرع العراقي عن مؤسسة التشريعية في ذلك الزمان واليوم أيضا لا تزال تؤكد بأن هذه الإضافات موجودة. على هذا الأساس تتشكل لجنة، وهذه اللجنة تكون حكومية محايدة، لا تكون لا من المحافظة ولا من طيب هذه اللجنة يعني يترأسها سيد شخوان عبد الله، يترأس اجتماعها الأول، هذا يعطيكم اطمئنان لمدى عدالة هذه اللجنة أو مخرجاتها؟ أهم شيء أعضاء اللجنة، هو سيد شخوان عبد الله هو نائب رئيس البرلمان، أما الممثلين والأعضاء من الداخلية ومن أعتقد الصحة والتجارة وغيرها، أهم شيء السجلات والتدقيق والأرقام والإحصاءات عند هذه الوزارات، وهذه الوزارات هي التي ستدقق وتقدم تقريرها. في نفس الوقت هذه الوزارات لديها مرجع، يعني مدير عام أكثر الممثلين والأعضاء مدراء عامين، فلديهم مرجع مقر الوزارة ويقدمون تقاريرهم إلى مقر الوزارة حتى يكون هناك بيانات لا تتقاطع مع الرأي لا سامح الله رئيس اللجنة أو تأثيرات سياسية أخرى. طيب أستاذ محمد أعود لك مرة أخرى إلى دهوك، يعني يمكن كل الأطراف تعتبر انتخابات المحلية في كركوك هي أهم من الانتخابات البرلمانية،
بقية العراق، بقية محافظات العراق يهتمون أكثر بالانتخابات البرلمانية، لكن كركوك تركز على المحلية أكثر، ربما الحلم بالحصول على منصب محافظ كركوك. مقابل هذه المعطيات المهمة، ليش ما الحزبين الكرديين الرئيسيين دخلوا في تحالف واحد؟ يعني ليس بحسب تصوري هناك عدة قوائم كردية، ثلاثة للأحزاب وقائمتين مستقلتين، وهكذا هو الحال بالنسبة إلى الأخوة العرب بالسنة، العرب والتركمان أيضا. يعني صحيح التركمان على ما يبدو ظاهريا أكثر، لكن إذا ترجع وتعود إلى الأفراد أو الأشخاص الذين يقودون الجوانب المختلفة، هناك أيضا تناقض. فيما يخص الأهمية، نعم هذا هو المهم، وبتصوري يعني لا. الانتخابات في كركوك مهمة جدا، لأنه كركوك يعني في مداخلة الأولى أيضا أكدت أستاذ بشار احتلال الديمقراطية. نحن في كركوك نعيش حالة احتلال الديمقراطية، تدخل مؤسسات غير مدنية في الحكم، المحافظ لم ينتخب من قبل مجلس المحافظة، لم يعني لهذا من المهم أن تجري أو أن تعمل جميع الأطراف على إجراء الانتخابات في كركوك كي ترجع السلطة الشرعية إلى المحافظة وإلى كركوك أيضا. بالتأكيد يعني هذا هو شأن السياسة، جميع الأحزاب السياسية لها برامجها، وهذا البرامج ممكن تطبيقه من خلال الخوض في الانتخابات، الفوز في الانتخابات، والإتيان بأشخاص وقيادات يستطيعون تنفيذ هذا البرامج. هذا هو شأن الكرد، شأن العرب، التركمان، وفي كل البلدان أيضا. من الطبيعي أن تكون للأحزاب السياسية الرغبة والمسعى من أجل الحصول على المناصب السيادية، سواء على مستوى المحافظات أثناء إجراء انتخابات مجالس في المحافظات في العراق على سبيل المثال، أو البلديات في مناطق أو دول أخرى، أو على الصعيد الوطني فيما يخص المناصب السيادية. طيب عد لك أستاذ محمد مهدي، يمكن الأكراد في ثلاث تحالفات وقائمتين منفصلتين سيشاركون بهذه الانتخابات، العرب خمس تحالفات، التركمان سيشاركون ضمن ائتلاف واحد، لكن أكو آلية للعمل ما بعد نتائج الانتخابات من أجل ضمان أو إنشاء أو الدخول في تحالفات ما بعد نتائج الانتخابات لضمان الحصول مثلا على منصب محافظ للتركمان أو العرب، حتى محاولات سحبه من الأكراد اللي أكو احتمال كبير أنهم يحصلون عليها؟ طبعا ليست هناك مثل ما تفضلت تحالفا موحدا لكل مكون. للأخوة الكرد شكلوا تحالفا موحدا، وللأخوة العرب شكلوا تحالفا موحدا، ولا حتى التركمان لديهم تحالفا موحدا. تركمان موكو قائمة واحدة؟ لا، لكن التركمان يكون مقسمين على القوائم الأخرى. قسم من التركمان في قائمة الجبهة التركمانية، والقسم الآخر في الإطار الوطني، أكثر من 7 أحزاب، بعضها شيعية وبعضها من المستقلين السنة، العرب والتركمان إلى آخره. فهذا نقطة. النقطة الأخرى، الاتفاق على برنامج معين يعتمد على المشروع السياسي لكل قائمة، وواضح أنه لا يمكن، أنا أعتقد الأخ يؤيدني صديقنا من دهوك، لا يمكن مثلا التوافق بين العرب والكرد، لا يمكن، يعني المشروع العربي يختلف تماما عن المشروع الكردي، وايضا اعتقد المشروع التركماني لا يمكن ان يتفق مع المشروع الكردي بشقيه، سواء على مستوى الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن ممكن ان يتفق مع المشروع العربي. نعم، ممكن ان يتفق مع المشروع العربي. يستحيل. المشروع القومي العربي، القومي الكردي، متناقضان، وايضا مشروع القومي التركماني. التركماني ممكن يتفق مع العربي؟ اكون صريح معك، احنا تحالف الاطار الوطني اللي يتكون من
هذه سبع كيانات نعم. أعتقد لا يعتمدون في برنامجهم السياسي قضية معينة ولا مكون معين، هم يتكونون من العربي والتركمان ومن السنة والشيعة، وكنا أيضا نتمنى أن مثلا أن نتحالف مع أي جانب كردي بشرط أن نتفق على برنامج معين. نحن أقرب من الآخرين بالتوافق السياسي مع الأخوة الكرد بشقيه طبعا، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن وفق شروط معينة مدونة مسبقا، أن مثلا كركوك تبقى حديقة ملونة، كركوك يبقى محافظة التعايش السلمي. بهذا الشرط كنا مستعدين، ومستقبلا أيضا مستعدين بالتوافق مع أي طرف يؤمن بهذا المبدأ. طيب أستاذ محمد درشوي، يعني نقطة مهمة في كركوك بشكل خاص، في العراق بشكل عام، لكن كركوك تحديدا، تجدون أن المحافظة جاهزة لخوضها هذا السباق الانتخابي في الانتخابات المحلية لكركوك؟ الأحزاب نفسها كردية بكل أطرافها، تركمانية عربية سنية شيعية، في كركوك هل هي جاهزة لكسب أصوات أهالي المحافظة؟ يعني بتصوري لابد من إجراء الانتخابات أستاذ بشار. يعني أعيد وأكرر، الشرعية محتلة في كركوك، والحال هو إجراء الانتخابات. نقطة رأس السطر، كركوك هي أحوج مدينة أو محافظة عراقية لإجراء الانتخابات. منذ سنوات الشرعية محتلة، تم عدم الاعتبار بالانتخابات، تدخل عسكري في 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 امور مدنيه، ازاحه المحافظ. لهذا لابد من اجراء الانتخابات في كركوك. هذا ما عدا على انه اساسا منذ مده طويله لم تجري الانتخابات في كركوك. ثانيا ايضا موضوع الانسان مره اخرى، قبل موضوع اي موضوع سياسي، كركوك لمن تعود؟ كيف سيكون تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي؟ هل ستلتحق كركوك بأقليم كردستان أو ستقرر أن تبقى تكون محافظة عراقية شأنها شأن محافظات أخرى عراقية كثيرة؟ قبل كل هذه الأمور، هذا موضوع قضية إنسان، إنسان اغتصبت أرضه، طرد من دياره، على العراقيين جميعا خاصة المتدينين منهم، لأنهم يعرفون مدى خطورة اغتصاب أرض أحد، دار أحد، بيت أحد وفرده. يعني الصلاة غير مقبولة للمغتصبين، ليس فقط للمغتصبين، مجرد ذرة تراب من أرض وتطل على عمامة رجل دي، صلاته غير ممكن. هذه الانتخابات أن تحل كل هذه الإشكالات اللي تذكرها أستاذ محمد؟ ممكن الانتخابات خطوة لتحقيق الشرعية الديمقراطية، وبمجرد تحقيق الشرعية الديمقراطية هذا بحد ذاته خطوة مهمة لتحقيق الأمر الإنساني، ومن ثم الذهاب واضح. إلى الأمور السياسية والإدارة. طيب، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد درشوي، كنت ضيفا كريما عبر سكايب من دهوك. شكرا لكم أستاذ محمد، وشكرا جزيلا لكم القيادي في منظمة بدر الأستاذ محمد مهدي البياتي، كنت ضيفا كريما. والشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.